السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في قناة أفكار في الرياضيات. إن شاء الله في هذه الحلقة بدنا نحل سؤال عن التكامل بالتعويض. بتمنى تدعمونا وتشتركوا في القناة. نبدأ على بركة الرحمن. بدنا نوجد قيمة تكامل لتكعيب x على x مضروبة في الجذر التربيعي لتربيع x ناقص 4 dx. الملاحظة الأولى بدك تلاحظ لن تكعيب x هي نفسها لما أنا أكتبها في أقواس لن x الكل تكعيب. مع العلم هذا الكلام لا يساوي لن x تكعيب، لاحظ أنت التكعيب صار موجود على x، تمام؟ هذه ملاحظة لازم تكونوا عارفينها. أيضا بالمثال لن تربيع x بدها تساوي لن x الكل تربيع، وهذا الكلام لا يساوي لن x تربيع. التكامل بالتعويض هي الفكرة انه لن ال x حفرضها u، تمام؟ يعني وين في لن x بدي اشيلها واكتب u. الان حكتب انا u يساوي لن ال x، طبعا بدي اشتقها بالنسبة ل x، اذا حيصير عندي du على dx، تمام؟ واحنا بنعرف لن ال x اشتقاقه واحد على x. الآن طبعاً الفكرة إنه أنا اشتقيتها علشان بدي أصل ل dx ونعوض مكانها في القيمة الجديدة، تمام؟ الآن حتقول لي dx ضرب واحد بده يساوي du ضرب x، هي نفسها x ضرب du. طبعاً هتحكي لي dx ضرب واحد بده يساوي dx، وحتكتب x du زي ما هي، تمام؟ إذا صارت عندي المعلومات متوفرة، u يساوي ln x و dx بده يساوي x مضروب في du، إذا حطه بتكامل. وبدل شايف ln x هذه بدي أشيلها وأكتب حرف ال u، إذا حصير u تكعيب، تمام؟ حكتب التكعيب لأنه موجود على طبعا ال x، هذه حكتبها زي ما هي وحنكتب له الجذر التربيعي، تمام؟ وبدل ln x حنكتب u، تمام؟ وعشان في تربيع حصير الجذر التربيعي ليو تربيع ناقص 4. بتمنى تكون واضحة وما فيش فيها مشكلة. بالنسبة ل دي اكس حنشيلها وحنكتب القيمة الجديدة اكس مضروبة في دي يو، تمام؟ الآن طبعا هتحكي لي في عندي الاكس بتروح مع الاكس، هتفضل عندي النتيجة تكامل يو تكعيب على الجذر التربيعي لـ يو تربيع ناقص 4 دي يو، تمام؟ بعد ذلك حتقول لي بتلاحظ انه في انا عندي يو تربيع ناقص 4 تحت الجذر، لانه بهذا يعني الشكل ما بقدرش انا اوجد التكامل، بدي ابسطه، تمام؟ علشان هيك حنرفع يو تربيع ناقص 4 ونكتب بدالها في، تمام؟ اذا صار عندي في يساوي يو تربيع ناقص 4. طبعا برضه نفس الحكاية، برضه أنا دي يو بدي أشيلها، تمام؟ وبدي أحط قيمة جديدة مكانها، فلذلك لازم أشتق في يساوي يو تربيع ناقص 4. إحنا بنعرف إنه اف اكس يساوي اكس أس ان، هذا اشتقاقها، بنكتب اف اكس وبنكتب داش، تمام؟ في الاشتقاق ما فيش أي مشكلة، حنكتب طلع الأس تبع الإكس هينزل جنب الإكس، تمام؟ وحنكتب إكس أس أن زي ما هي، ولكن الأن هذا حنطرح منها واحد. هذا الكلام بدنا نطبقه على يو تربيع ناقص 4. الأن الفي لما بدك تشتقها بالنسبة لليو، إذا حيصير عندك دي في على دي يو، تمام؟ بعد ذلك اليو تربيع هذه لما نحن بدنا نشتقها، طبعا الاثنين حتنزلها أنت جنب اليو، تمام؟ والاثنين اللي في الاس هتطرح منها واحد، يعني حصير اثنين ناقص واحد واحد، لذلك الجواب حيطلع معاك اثنين يو اس واحد، والواحد طبعا بتعرف انت ما فيش داعي لكتابته. بالنسبة لاشتقاق الثابت صفر، يعني اشتقاق هنا الاربعة يساوي صفر، اذا النتيجة حتكون دي في على دي يو يساوي اثنين يو. احنا بنعرف الاثنين يو مقامها واحد، اذا هضرب ضرب تبادلي، هضرب دي في ضرب واحد، طبعا النتيجة هتكون دي في،
وحتضرب 2 يو ضرب دي يو، الجواب 2 يو دي يو. تمام، ولكن انا دي يو هذه بدي ارفعها وحكتب نتيجه جديده، لذلك انا بدي دي يو في الطرف الايمن هذه تكون لحالها، اذا حنقسم الطرفين على 2 يو. تمام، اذا النتيجه حتكون عندك دي في على 2 يو، وال2 يو الموجوده جنب الدي يو طبعا قسمناها معنا على 2 يو، بروحوا مع بعض حيضل عندك دي يو يساوي دي في على 2 يو. هذا الكلام طبعا بدنا نعوضه، اذا حيصير عندي المعلومات توفرت. الان حنكتب تكامل، بالنسبه ليو تكعيب حكتبها زي ما هي، بينما يو تربيع ناقص 4 حنكتب بدلها في، اذا حيصير عندي الجذر التربيعي للفي. والان بالنسبه لدي يو حنكتب بدلها دي في على 2 يو. تمام، الان حتلاحظ يو بتروح مع يو تكعيب، بضل من اليو تكعيب بضل يو تربيع، اذا اصبح عندي التكامل بده يساوي ما يلي. انت لاحظ الاثنين هذه في المقام، طب البسط لها واحد، اذا يعني حيكون عندي نص، النص بنطلعه برا وبنكتب التكامل، اذا حيصير عندي يو تربيع على الجذر التربيعي للفي، وحنكتب دي في زي ما هي. تمام، الان بالنسبه ليو تربيع انا بدي اتخلص منها، تمام، لانه صار عندي انا الان جذر تربيعي في وهنا عندي دي في، اذا يو تربيع هذه لازم اتخلص منها. انت لاحظ الفرضيه كانت عندك في يساوي يو تربيع ناقص 4، لذلك انا بدي يو تربيع في طرف لحال، اذا السالب 4 هنقلها للطرف الايسر، اذا يو تربيع حيصير عندي يساوي في زائد 4، لانه السالب 4 لما انقلها للطرف الاخر بتصير موجب 4. الان حيصير عندك نص وحنكتب التكامل، ولكن بدل يو تربيع حنكتب له في زائد 4، تمام، على الجذر التربيعي ل في، طبعا حنكتب دي في زي ما هي. الان ايضا تلاحظ معايا القاعده الاتيه، كيف نحول الجذور الى الصوره الاسيه؟ طبعا هنكتب لك جذر دليله ام اكس اس ام، تمام، هذه اكس اس ام، تمام، ودليل الجذر ام بدك تكتبها على الصوره الاسيه، ما فيش اي مشكله، حتكتب لي اكس زي ما هي وحتعمل اشاره بسط المقام. الان في المقام حنكتب دليل الجذر، دليل الجذر ان، اذا يكتب في المقام، بينما اس تبع الاكس هذه، تمام، هو عباره عن ام يكتب في البسط. بتمنى هذه النقطه تكون واضحه، اذا حنطبقها على الجذر التربيعي للفي، تمام، اذا حتكتب في زي ما هي وحنعمل اشاره بسط ومقام. لاحظ انت الجذر التربيعي، في الجذر التربيعي دليل الجذر لا يكتب، هو عباره عن 2، اذا المقام 2، في هذه اسها واحد ايضا لا يكتب، اذا في البسط واحد، اذا الجذر التربيعي لفي بده يساوي في اس نص، اذا حيصير عندي التكامل بده يساوي نص تكامل. الان حتكتب في زائد 4 زي ما هي، وبدل الجذر التربيعي للفي حنكتب في اس نص، وحنكتب دي في زي ما هي. الان انت لاحظ في زائد 4 على في اس نص، طبعا هذا المقام موحدين، انا بدي افكهم، اذا حيصير عندي نص وبكتب تكامل. الان حتكتب في، تمام، على في اس نص زائد 4 على في اس نص، وحنكتب دي في زي ما هي، تمام. الان انا في عندي القاعده اي اس ام تساوي 1 على اي اس سالب ام، طبعا انت لاحظ اي اس ام الاس الها موجب، لما بدي اشقلب البسط والمقام الاس بصير سالب، ايضا العكس صحيح، يعني لما انا اقول لك 1 على اي اس سالب ام بدي اطلعها، بدي اطلع المقام الى البسط حيصير موجب، يعني حيصير اي اس ام. الان هذا الكلام حنطبقه على مسالتنا، حنكتب نص تكامل. انت لاحظ الان في بالبسط بكتبها زي ما هي، بينما في اس نص في المقام لما نطلعها لاعلى حتصير في اس نص، ولكن الاس حيصير سالب، تمام، زائد. الان حتكتب الاربعه زي ما هي، ايضا في اس نص في المقام حتطلع لاعلى حتصير في البسط، ولكن مع العلم الاس بدل ما هو موجب بده يصير سالب، وحنكتب دي في زي ما هي. الان حيصير عندك ما يلي، احنا بنعرف في حاله الضرب لما الاساسات تكون متشابهه بنجمع الاسس، يعني
A أس M مضروبة في A أس M بده يساوي A أس M زائد M. تمام، هذا الكلام بدنا نطبقه على مسألتنا. إذا حيصير عندك نص وحنكتب التكامل. الآن بالنسبة ل V، طبعا هذه الأس لها واحد، هنجمعه مع السالب نص بهذا الشكل، هتقول لي واحد ناقص نص. تمام، حيصير عندك، انت بتعرف انه الواحد هو 2 على 2، ناقص النص زي ما هو، اذا حيصير الجواب واحد ناقص نص، هتقول لي نص. اذا معناته النتيجة هتكون في اس نص. ليش؟ لانه هذه في اس واحد وهذه في اس سالب نص. قول لي واحد ناقص نص حيضل عندك نص. بتمنى تكون واضحة. الان هتقول لي زائد 4 زي ما هي، وهتكتب لي في اس سالب نص زي ما هي، طبعا دي في. تمام، الان لما انا بدي اكملها ما فيش اي مشكله. الان في انا عندي قاعده للتكامل، تكامل اكس اس ان دي اكس بده يساوي، في حاله التكامل هتعمل اشاره بسط المقام اكس اس ان، اكتبها زي ما هي، بينما الاس هنضيف له واحد وهنقسم على ان زائد واحد. تمام، وهنكتب الثابت زائد سي. هذا الكلام بدنا نشتغل عليه. اذا الان هنكتب نص، والان بدنا نكامل في اس نص، ما فيش اي مشكله. الان هتكتب لي الفي زي ما هي. الان النص لما بدك تضيف له واحد حيصير عندك واحد زائد نص، طبعا كلكم بتعرفوا واحد زائد نص 3 على 2، ايضا هنقسم المقام 3 على 2، زائد هنكتب الاربعه زي ما هي. بالنسبة ل في أس سالب نص ما فيش أي مشكلة، أنت السالب نص ضيف لها واحد بتقول لي طبعا بضل نص، وهنقسم على نص زائد الثابت سي. تمام، الآن هتقول لي النص زي ما هو هنكتبه. أنت لاحظ معايا ما يلي. الآن التلاتة على اتنين موجودة في المقام، لما بطلعها للبسط بتصير 2 على 3، وهتكتب لي في أس 3 على 2 زي ما هي، زائد طبعا الان في عندي 4 مضروبه. بالنسبه للنص الموجوده في المقام لما بدنا نطلعها الى البسط حتصير 2، وهنا طبعا هتقول لي في اس نص زي ما هي زائد سي. تمام، الان طبعا هتحكي لي عندك ما يلي. النص بدك تضربه جوا القوس، يعني نص ضرب 2 على 3 في اس 3 على 2 زائد الان نص ضرب 4 ضرب 2 ضرب في اس نص زائد سي. اتمنى هذا الكلام يكون واضح. طبعا هتحكي الاثنين مع الاثنين بتروح، وفي ايضا عندك الاثنين مع الاثنين بتروح، اذا حيضل عندك تلت في اس 3 على 2 زائد 4 في اس نص زائد سي، يعني حيصير عندك تلت في اس 3 على 2 زائد 4 في اس نص زائد سي. تمام، احنا تتذكر في كانت عبارة عن يو تربيع ناقص 4، اذا معناته الان وين في موجود في بدنا نشيلها ونكتب القيمة يو تربيع ناقص 4، يعني حيصير عندك 12، هتفتح اقواس بدل في هتكتب لي يو تربيع ناقص 4 وتسكر الاقواس وتكتب الاس طبعا 3 على 2، زائد هنكتب الاربعة زي ما هي ونفتح اقواس، وبدل في هنكتب يو تربيع ناقص 4 اس نص. تمام، زائد سي. تمام، الان لاحظ معايا ما يلي. اذا بتتذكر في بدايه الحل احنا قلنا لك يو بدها تساوي لين اكس، صح ولا لا؟ اذا معناته وين موجود يو بدنا نكتب بدالها لين اكس. اذا حيصير عندك 12 مضروبه، ارفع يو واكتب لي لين اكس، ولكن حصير لين تربيع اكس. دير بالك التربيع بنحطش على الاكس، تمام، لانه في بدايه انا الفيديو وضحت لك. تمام، اذا حيصير لين تربيع اكس ناقص 4 اس 3 على 2 زائد 4، وبدل يو هنكتب لين تربيع اكس، لانه التربيع حطيناه عشان موجود عند اليو، ناقص 4 طبعا اس نص زائد سي. تمام، اذا بتتذكر القاعده اكس اس ام على ان، هذه الصورة الأسية لما بدي اكتبها أنا بصورة جذر ما فيش أي مشكلة، اتفقنا المقام بكون دليل الجذر، والأم الموجودة في البسط هتكون أس لمين؟ للإكس. تمام؟ إذا هذا الكلام هنطبقه على المسألة. إذا هنكتب الآن تولت
وهنعمل له الجذر التربيعي. انت لاحظ هنا المقام تنين، معناته دليل الجذر تنين، واحنا بنعرف الجذر التربيعي دليله ما بينكتبش. وهنكتب لان تربيع اكس ناقص 4، وشايف الثلاثة اللي موجودة في البسط هنكتبها فوق القوس. هي لاحظ نفس القاعدة قاعد بطبق لك عليها. الان زائد 4، ايضا الان هنعمل له الجذر التربيعي. ليش؟ لانه هنا في عندي المقام تنين، واتفقنا دليل الجذر هو الموجود في المقام. وهتكتب لي لين تربيع اكس ناقص 4، وطبعا لاحظ البسط اس 1. طبعا انت ممكن يعني تكتب الواحد وممكن ما تكتبوش، واصلا ما فيش داعي لكتابته لانه احنا بنفهم تلقائيا انه هو موجود، زائد الثابت سي. وبهيك بنكون احنا حلينا المسألة. بتمنى الشرح يكون بسيط وتكونوا انتوا فهمتوه. حبكم في الله، اتمنى تدعمونا وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.